السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. اليوم نحن وياكم في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، نستقبله بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. في شهر كل أفعالنا فيه مقبولة بأمر الله وفضل وأنفاس محمد وآل محمد. مشاهدينا الكرام، موضوع هذه الحلقة عن استثمار الوقت في شهر رمضان. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة. الله حبيبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا بعد الله؟ سلامتك على عيني. مشاهدينا الكرام، طبعا لدينا مجموعة مكعبات وكل مكعب يحتوي على سؤال. علي، المكعب الأول سؤاله: اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك؟ علي أحمد كمال، عمري 14 سنة، في جنة الله في الأرض كربلاء المقدسة. علاوي، المكعب الثاني وجه لك سؤاله ويقول: في أي مرحلة دراسية؟ الثاني متوسط. علاوي، المكعب الثالث سؤاله: طموحك العلمي؟ دكتور أسنان إن شاء الله، أفتح مطبي الخاص، وإن شاء الله كل خميس أو كل جمعة يكون لأي فقير أو محتاج أنه أسوي أسنانه وأساعده. علاوي، المكعب الرابع سؤاله: شنو يعني لك شهر رمضان؟ شهر رمضان شهر أنه يقترب صلة الأرحام، تصير أكثر، تتقرب الناس من العبادة، الناس يزورون الأئمة أكثر، مثلا يدعون لظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. علاوي، المكعب الخامس يوجه لك سؤاله: شلونك ويا الصوم والعبادات؟ الحمد لله، الصوم فتشي من رب العالمين، أول شيء صحتنا، والعبادة بعد فتشي واجب، والحمد لله. علاوي، مكعب آخر يسألك: شلون تقسم وقتك في شهر رمضان المبارك؟ أول شيء نصلي صلاة الظهر والعصر، وثانيا بعدها نعد أكياس الغذائية للفقراء والمحتاجين، وبعده نتناول الإفطار ونروح إلى إمام الحسين ونزور الإمام ونقيم الجلسات القرآنية، من أن نختم القرآن مثلاً أو الأدعية والزيارات التي نقرأها في الحرم أو في الحسينيات. المكعب الثامن سؤاله: شنو تتمنى الناس تسوي في شهر رمضان من أعمال المرتبطة بصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف؟ أول شيء أن يدعون أنه صاحب الزمان بأقرب وقت يظهر، وثانيا الأعمال اللي يسووها بنية ظهور صاحب الزمان، ووقت الصلاة أو وقت الفطور أو السحور، ويدعون صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا جزيلا حبيبي علاوي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. حبينا نهديكم هدية في ختام هذه الحلقة، ألا وهو حديث من أحاديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال الإمام علي عليه السلام: صيام القلب عن الفكر في الآثام أفضل من صيام البطن عن الطعام. إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. في أمان الله.
Yeah.